المالجنانت تيومرز ده هو سيكشن مهم جدا جدا في العملي، وفي سيكشن مهم جدا في النظري، وسيكشن مهم جدا في الحياة عامة. يعني هو درس مهم جدا في الحياة كلها. طيب اهم حاجة بس في المالجنانت تيومرز ان احنا نعرف البيزس بتاعتها. لو عرفنا البيزس بتاعت المالجنانت تيومر هتبقى كل السلايدز بتاعتها سهلة جدا، وكل الجارز بتاعتها سهلة جدا. هي ليها بس استنباط معينة هنمشي عليها، واشكال معينة هنمشي عليها، وهتريحنا في بقية اللي هي السلايدز او الجارز كلها. اول حاجة علشان نعرف الكريتيريا بتاعت المالجنانت تيومر، الصورة اللي انا حطاها ده هي اصلا صورة للتعليم، يعني ده هي مش سلايد عندنا. احنا اتفقنا ان من النظري ان المالجنانت تيومر تحت الميكروسكوب بتشو حاجة اسمها سيليولار انابليزيا. وقلنا يعني ايه سيليولار انابليزيا؟ قلنا سيليولار انابليزيا يعني بنلاقي ان الخلايا فيها بليومورفيزم، يعني الخلايا كلها كل خلية مش شبه التانية. وبنلاقي في حاجه اسمها الهايبر كروميزيا عشان الدي ان اي سينثيسيس بيبقى عالي قوي، فبتبقى الخليه لونها مزرق زياده. وبالخليه فيها مالتيبل مايتوزيس، وقلنا المايتوزيس ده علشان خاطر الخليه بتعمل بروليفريشن عالي، فدايما بيكون في الميتوتيك فيجرز اللي فيها عاليه شويه. وقلنا في زياده في الان سي ريشيو او النيوكليوسيتوبلازميك ريشيو. الطبيعي ان الان سي ريشيو بتبقى من يعني النيوكليوس بتبقى حجمها واحد، بالنسبه للسيتوبلازم يبقى حجمه 5، يبقى النيوكليوس حجمها واحد والسيتوبلازم 5. لكن في المالجنانت تيومر بتلاقي الان سي ريشيو بقت توصل 1:1. ليه؟ عشان النيوكليوس حجمها بيكبر نتيجه لان الدي ان اي سينثيسيس بيكبر. لو بصينا في السلايد اللي قدامنا دي، طبعا دي مش علينا في الامتحان ولا اي حاجه، دي بس للايه للتعليم. هنلاقي فيها ايه؟ لو شايفين الخلايا دي، لو شايفين منظر الخلايا دهيت، شايفين الخليه دي نيوكليوس، شايفين النيوكليوس حجمها عامل ازاي، شايفين نيوكليوس قد ايه، والسيتوبلازم البينك اللي حواليها ده عامل ازاي. نيوكليوس حجمها كبير جدا بالنسبه لحجم السيتوبلازم، في انكريز في الان سي ريشيو. هنلاقي كمان جوه النيوكليوس في نقطه صغيره اللي هي بروميننت نيوكليولس، ودي برضو من الكرايتيريا بتاعه المالجنسي. يبقى عندنا ادي انلارجد نيوكليوس اهي، والان سي ريشيو عاليه، النيوكليوس حجمها كبير قوي بالنسبه للسيتوبلازم اللي حواليها، وفي بروميننت نيوكليولس اللي هي الدايره الصغيره اللي جوه النيوكليوس دهيت خلاص. وهنلاقي طبعا في بليومورفيزم. يعني ايه بليومورفيزم؟ يعني الخلايا، بصوا الخليه دي شكلها مختلف عن الخليه اللي جنبها، كل واحده فيهم مختلفه عن الثانيه، في بليومورفيزم. في ايه تاني شايفين؟ معلش، شايفين الحاجات دهيت، شايفين دول اللي هي الحاجات اللي لونها ازرق، الحاجات اللي لونها ازرق غامق دي، شايفين ده كده، شايفين ده الكروماتين بتاع النيوكليوس، شايفينه كلامبد ازاي متجمع في ناحيه واحده. ده كده معنى كده ده مايتوزيس، ده مايتوتيك فيجر، الخليه دي فيها اكتيف مايتوزيس. ده برضو نفس الكلام، ده كده ده مايتوزيس. فاكرين الترايبولر مايتوزيس اللي قلت لكم علامه المرسيدس، اللي قلت لكم ده ابنورمال مايتوزيس؟ هو ده اهو، لو بصيتوا عليه هتلاقوه ده ترايبولر اهو، الشكل ده كده اللي هو الايه الترايبولر مايتوزيس. فالصوره دي بتورينا الكرايتيريا بتاعت المالينسي. اول حاجه اللي هي الهايبر كروميزيا، انكريز نيوكليوسيتوبلازميك ريشيو، بروميننت نيوكليولس، البليومورفيزم، وكمان ايه، وكمان البروميننت مايتوتيك فيجر. دي صوره للتعليم، لكن هي اصلا مش علينا خلاص، دي صوره بس للتعليم. دي زيها بالظبط صوره برضو للتعليم بتبين ايه الكرايتيريا بتاعت المالينسي. اهو الخلايا كلها فيها هايبر كروميزيا، يعني ايه؟ يعني النيوكليوس مزرقه، والنيوكليوس حجمها كبير قوي بالنسبه للسيتوبلازم اللي حواليها، انكريز ان سي ريشيو. طبعا في بليومورفيزم، كل خليه مختلفه عن الخليه اللي جنبها، الخلايا اشكالها مختلفه عن بعضها. الحاجات الزرقاء الغامقه دي هي دي البروميننت مايتوتيك فيجرز، اللي هي الخلايا الحاجات اللي هي الزرقاء دي كلها، دي كده ايه، دي كده بروميننت مايتوتيك فيجرز. تمام، دي الكرايتيريا بتاعه الايه المالجنسي. دول كده اهم مايتوزيس، ده كده مايتوزيس، ده مايتوزيس خلاص. وطبعا البروميننت نيوكليولس اهيت. يبقى في اي شريحه هتقابلنا فيها مالجنسي هيبقى ليها استامبه دهيت، استامبه السيلز دهيت، اللي هي الايه بقى، اللي هي الكرايتيريا بتاعه المالجنسي، اللي هي اول حاجه انكريز ان سي ريشيو، تاني حاجه هايبر كروميزيا، تالت حاجه بروميننت نيوكليولس، وسيلولار بليو مورفيزم، ونيوميرس مايتوتيك فيجرز.
ما ننساش ان دي هتبقى استنبط المالجنسي اللي هنقولها في اي شريحة هتقابلنا دلوقتي. ايه بقى الشرايح اللي احنا هناخدها اللي ليها علاقة بالمالجنسي في السكشن ده؟ اول حاجة هناخدها الانفيزيف دكت كارسينوما في البريست. الانفيزيف دكت كارسينوما في البريست دي شريحة بتجيلنا جلاس سلايد وكمان بتجيلنا داتا شو، الاتنين مطلوبة مننا هنشوفها تحت الميكروسكوب وهنشوفها داتا شو. السيستم بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فيميل اند بريست. السيستم اللي بيجي مكتوب عليها اسمه فيميل اند بريست. بنلاقي ايه بقى في الانفيزيف دكت كارسينوما دي؟ ساعات بنلاقي بريست فات، شايفين ده؟ ده كده فات بتاع البريست اصلا خلاص، وساعات ما بلاقيهوش، بس انا ببقى عارفاها ليه؟ لان هي دي الشريحه الوحيده المالجننت اللي في السيستم بتاع الفيميل اند بريست، فمش بتتلخبط لي مع اي حاجه تانية. طب بنلاقي فيها ايه بقى؟ بنلاقي فيها اول حاجه شايفين الخلايا دي، الحاجات دي الجروبس دي، دي كارسينوما صح؟ شايفين الجروبس الزرقاء دي، الحاجات الزرقاء دي كلها، دي كلها مالجنان سيلز، دي كلها مالجنان سيلز بتبقى ماشيه في شيتس او جروبس كده مع بعض. يبقى كل الحاجات الزرقاء دي مالجنان سيلز ماشيين جنب بعض سارحين في الاستروما بتاعه البريست. يبقى ده سيكشن في بريست. عرفت منين؟ ممكن الاقي البريست فات ده اللي على جنب دي، الاديبوسايتس دي الفات بتاع البريست، وممكن ما الاقيهاش، بس بيجي لي مكتوب على السيستم فيميل اند بريست، وده الشكل الوحيد المالجنسي اللي موجود في السيستم ده. بنشوف ايه تحت الميكروسكوب، بتلاقي كده كتل زرقاء ماشيين شكلهم الريجولر وماشيين صحاب مع بعض سارحين في الاستروما بتاعه الايه، بتاعه البريست. في صور تانية اهي ليها، دول برضو انفيزيف دكت كارسينوما في البريست، شايفين دي كلها كده، دي كلها اهي جروبس من الخلايا المالجننت اهم، الزرق دول كلهم مالجننت سيلز ماشيين في الريجولر شيتس وسارحين في الاستروما بتاعت البريست، الاستروما اللي هي البينك دي. واي مالجننت تيومر بيكون موجود في جسمي، احنا عارفين ان في هوست رياكشن اجينست المالجننت تيومر. الهوست رياكشن ده بيكون عباره عن ايه؟ شايفين الاستروما دي بتبقى فايبروبلاستيك قوي، يعني الاستروما دي فايبرس، الاستروما دي بينك وفايبرس. الفايبرس استروما اللي بتبقى محوطه المالجنان سيلز بسميها ديزمو بلاستيك استروما. يبقى يعني ايه ديزمو بلاستيك استروما؟ اللي هي الاستروما اللي لونها بينك، الاستروما الفايبرس دي اللي لونها بينك اللي محوطه المالجنانت ايلاندز او المالجنان سيلز دي، دي بسميها ايه؟ ديزمو بلاستيك استروما. يعني ايه ديزمو بليزيا؟ ديزمو بليزيا اللي هو الفايبرس تيشو اللي بيحوط المالجنان سيلز. يبقى دي هتجيلي في الامتحان تحت سيستم الفيميل اند بريست. بلاقي ايه تحت في الشريحه؟ بلاقي جروبس من الخلايا الريجولر ماشيين مع بعض كده في شيتس وسارحين في الاستروما بتاعه الايه، بتاعه البريست. فالدايجنوزس بتاعها بيكون ايه؟ انفيزيف دكت كارسينوما في البريست. طيب هاو تو كومنت؟ اول حاجه لازم اقول سيكشن فين. بقول ان هو سيكشن ان فيميل بريست شوينج ايه؟ اقول الكونديشن الجنرال، اقول شوينج مالجننت انفيلتريتيف جروس. يبقى سيكشن ان فيميل بريست showing malignant infiltrative growth in the form of ايه بقى؟ ابدا اوصف بقى الاستامبه بتاعه المالجنسي. sheets and groups of cells infiltrating the breast stroma، واقول السيلز showing ايه؟ cellular anaplasia in the form of increase in the ratio hyperchromesia prominent nucleolus prominent mitotic figures hyperchromesia pleomorphism. ارص على طول الكرايتيريا او استامبه ال malignancy. يبقى section in female in breast showing malignant infiltrative growth in the form of sheets and groups of malignant cells infiltrating the breast stroma. وهقول ان cells showing cellular anaplasia in the form of cellular pleomorphism nuclear hyperchromesia increase in the ratio prominent nucleolus prominent mitotic figures. الاستامبه بتاعت المالجنسي اللي اتفقنا عليها. وما انساش اقول ان المالجننت سيلز دهيت سراوندد باي ديزمو بلاستيك ستروما. يبقى دونت فورجيت ان المالجننت سيلز دي سراوندد باي ايه؟ ديزمو بلاستيك ستروما. وقلنا يعني ايه ديزمو بليزيا؟ اللي هو الفايبرس تيشو اللي بيكون سراوندنج للمالجننت سيلز. طيب دي برضو صورة لانفيزيف دكت كارسينوما في البريست، زي ما احنا شايفين برضو بيكتب لي سيكشن ان فيميل اند بريست
وبتكون الكتل الزرقاء دي الشيتس الزرقاء دي هي الشيتس بتاعت المالجنان سيلز، بتبقى الريجولر سارحه في البريستستروما، وبيكون حواليها اللي هو التيشو البينك ده اللي هو الديزمو بلاستيك استروما. دي اول سلايد عندنا النهارده، بتيجي ايه داتا شو اند سلايد. تمام، تاني سلايد عندنا النهارده في المالجنانت تيومر الشريحه دي، دي السيستم بيجي لنا سكين اند سوفت تيشو، السيستم بتاعها الشريحه بيجي لي مكتوب عليها سكين اند سوفت تيشو، دي سكويماس سيل كارسينوما في السكين. ايه بقى اللي بنشوفه في السكويماس سيل كارسينوما في السكين؟ دي ليها شكل كاركترستيك جدا، شايفين الشكل اللي عامل زي الكنافه ده؟ الشكل اللي عامل زي الكنافه ده انا بعرفها، بلاقي الشكل اللي الشريحه كلها حاجات عامله زي الكنافه، الكنافه اللي بتتعمل يدوي بتاعه رمضان دي، الشريحه كلها بتبقى منظر الكنافه ده، يبقى انا بعرفها ازاي تحت الميكروسكوب بالكنافه. خلاص، بعد كده هنتكلم بقى دلوقتي علميا دي فيها ايه. يبقى ازاي تعرف الشريحه دي تحت الميكروسكوب؟ مكتوب عندك سيكشن مكتوب عليه سكين اند سوفت تيشو، وبتجيلك بتشوف تحت الميكروسكوب شكل الكنافه ده، ادي شكل تاني ليها اهو، برده شكل الكنافه ده، ده اللي انا بعرف بيه السكويماس سيل كارسينوما تحت الميكروسكوب. ايه بقى الشريحه دي فيها ايه؟ اول حاجه السكويماس سيل كارسينوما معروف ان هو مالجنانت تيومر في السكين، خلاص بيبقى طبعا انفلتريتيف، يعني بينفلتريت، ما بيبقاش موجود في الابيديرمس، بيبقى عامل انفلتريشن للديرمس. طب بيبقى بكاركترايزد بايه؟ شايفين الحاجات دي اللي هي الكور دي، الشريحه بتلاقيها كلها كور، الكور دي بسميها ايه؟ بسميها السيل نست، بسميها ايه؟ سيل نست. السيل نست دي بتبقى متكونه من ايه؟ بتبقى متكونه من لايرز شبه اللاير بتاعه النورمال سكين. مش احنا قلنا ان في حاجه في المالجنانت تيومر اسمها ديفرانشيشن؟ وقلنا ان ايه ديفرانشيشن؟ قلنا الديفرانشيشن ده يعني المدى اللي بيشبه بيه المالجنانت تيومر شكل النورمال تيشو. فمعنى ان السكويماس سيل كارسينوما دي او عامله لي السيل نست اللي هي المنظر ده، السيل نست ده اللايرز بتاعته شبه اللايرز بتاعت النورمال سكين، فمعنى كده ان السكويماس سيل كارسينوما دي ويل ديفرانشيتد. يعني ايه ويل ديفرانشيتد؟ يعني فيها اللايرز شبه النورمال سكين. طب ايه بقى اللايرز دي؟ كل كوره فيهم، كل كوره من الكور دي بيبقى ليها الاوتر سيل لاير بتبقى شبه البيزل سيل، بقول بيزل سيل لايك، بس ما بقولش ان هي بيزل سيل، لا بقول بيزل سيل لايك. ليه؟ لان اي تيومر عمره ابدا ما هينزل متحوط ببيزل سيل. تمام، البيزل سيل دي مش من الكاركترستيك بتاعت المالجنانت تيومر، مفيش اي مالجنانت تيومر متحوط ببيزل سيل. ليه؟ لان هو المفروض خلاص ما بقاش المالجنانت تيومر ما عندوش وقت ان هو يعمل لي بيزمنت ممبرين، فدايما بقول ان اللاير الاولانيه دي اسمها بيزل لايك سيل مش بيزل سيل، وراها على طول لاير شبه اللاير اللي هي بتاعت السكين اللي اسمها الجرانيولار سيل لاير، اللي بقول دي بوليهيدرال سيلز، وبعد كده بتلاقي في النص الحاجات اللي عامله زي الكنافه دي، دي السنترال كيراتين اللي هي المفروض اللاير اللي تبقى اخر لاير في السكين. فعلشان كده بقول التيومر ده ويل ديفرانشيتد، لان هو منازل بلاير شبه اللاير بتاعت النورمال سكين. اول واحده بيزل لايك لاير، تاني واحده بوليهيدرال سيلز شبه الجرانيولار سيل لاير بتاعت السكين، تالت لاير اللي هي الكنافه اللي في النص دي اللي هي عباره عن ايه؟ الكيراتين فليكس. يبقى السكويماس سيل كارسينوما بعرفها ازاي؟ بيجيلي الشريحه مكتوب عليها سيكشن، مكتوب عليها سكين اند سوفت تيشو. طيب بعرفها ازاي تحت الميكروسكوب؟ بشكل الكنافه ده، الكنافه ده هو اللي بيعرفني شكلها تحت الميكروسكوب، الكنافه اللي بتتعمل يدوي بتاعه زمان اللي هي بتاعه رمضان دي. طيب بنعرفها ازاي بقى علميا الكلام ده؟ نقوله ازاي؟ ان هي كلها سيل نست، والسيل نست ده دليل على ان التيومر ويل ديفرانشيتد. يعني ايه ويل ديفرانشيتد؟ يعني شبه النورمال. ازاي؟ هنلاقي كل كوره في دول متكونه من لايرز شبه اللاير بتاعت النورمال سكين. اول لاير البره المزرقه قوي دي اسمها بيزل سيل لاير، وراها على طول بوليهيدرال سيل لاير، وفي النص سنترال كيراتين. طب لما اجي اكومنت على شريحه زي دي بقول ايه؟ اول حاجه سيكشن ان سكين شوينج ايه؟ مالجنانت انفلتريتيف جروس ان ذا فورم اوف ايه بقى؟ نبدا نقول بقى، بقول ان ذا فورم اوف، اول حاجه ان دي سيل نست، خلاص سيل نست عامله انفلتريشن للديرمز. تمام، واوصف السيل نست دي فورمد اوف ايه؟ اتش سيل نست فورمد اوف بيزل لايك سيلز، وبعد كده بوليهيدرال سيلز، زين سنترال كيراتين فليكس. خلاص خلصنا كده. ما ننساش بقى ان الاستامبت الكرايتيريا بتاعت المالجنسي، ايه استامبت المالجنسي؟ ذا سيلز شوينج سيلولار انابليزيا،
in the form of increase in say ratio, hyperchromesia, cellular pleomorphism, prominent nucleoli and frequent mitotic figures. يبقى أنا خلاص وصفت أول حاجة section فين showing malignant infiltrative growth، وبعد كده وصفت السيل نست، وبعد كده انزل بقى مدام دي سيل مالجننت استنبط المالجننسي اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي ايه استنبط المالجننسي؟ اللي هي السيلولار انابليزيا، اللي هي انكريز ان سي ريشيو، هايبركروميزيا، سيلولار بليمورفيزم، بروميننت ميتوتيك فيجرز، بروميننت نيوكليولاي. تمام. طيب دي برضو سكويماس سيل كارسينوما في السكين، بنعرفها ازاي؟ تحت الميكروسكوب نراها بشكل الكنافه ده، الكنافه ده هو اللي بيخلينا نعرف الشريحه تحت الميكروسكوب، وكل دول سيل نست. تمام. طيب ايه دي بقى؟ دي الشريحه دي بتجيلنا داتا شو بس، ما بتجيش جلاس سلايد، بتجيلنا في الداتا شو بس. السيستم بتاعها سكين اند سوفت تيشو. لو لاحظنا هنا هنلاقي ده ايه؟ شايفين ده كده الازرق الغامق ده الايبيديرمز. تمام. اللي تحت ده البينك ده هو ده الايه؟ الديرمز. خلاص. يبقى الازرق الغامق ده كده كل ده ايه؟ ده الايبيديرمز كده، دي كده الايبيديرمز. تمام. لكن ده ايه؟ ده الديرمز. لو لاحظنا هنا وشفنا الايبيديرمز هنلاقي فيه ايه؟ الخلايا بتاعته كلها ايه؟ الخلايا بتاعته كلها مالجننت. خلاص. كل الخلايا دي مالجننت، بس مالها؟ مش معديه البيزمنت ممبرين. مش امال ايه؟ دي خلايا مالجننت موجوده بس في الايبيديرمز. يبقى دي ايه اللي احنا كنا قلنا عليها في النظري اللي اسمها الكارسينوما انسايتو. خلاص. شايفين خلايا مالجننت ديسبلاستيك سيلز، والديسبليزيا مش واخده ولا التلت الاولاني ولا التلتين، لا دي الديسبليزيا واخده الفول سيكنس بتاع الايبيثيليوم. فعلشان كده الديسبليزيا اللي بتاخد الفول سيكنس ايبيثيليوم بسميها كارسينوما انسايتو. وليه هي مش سكويماس سيل كارسينوما؟ ليه هي مش سكويماس سيل كارسينوما؟ لان هي مش عامله هنا انفلتريشن للبيزمنت ممبرين. لو لاحظنا هنلاقي البيزمنت ممبرين بتاعنا ماشي سليم اهو. خلاص. والخلايا المالجننت واخده فول سيكنس ايبيثيليوم، دي كارسينوما انسايتو في السكين. دي بتيجي داتا شو بس، مش بتيجي جلاس سلايد. بيجي السيستم بكتب لك فوق هنا كده سكين اند سوفت تيشو. طيب ايه الوصف بتاعها؟ بنقول ان هو سيكشن ان سكين شوينج ايه بقى؟ showing بنقول malignant cells، وابدأ أوصف المالجننت كرايتيريا اللي هي هنا شايفين increase in say ratio, hyperchromesia, cellular pleomorphism, prominent mitotic figure والكلام ده كله، وأقول إن المالجننت cells ده هي مالها عاملة involving full thickness epithelium without invasion of the basement membrane. في الآخر الدياجنوزيس بتاعك squamous cell carcinoma in situ في السكين. طيب السلايد اللي بعد كده، دي سلايد علينا جلاس سلايد اند داتا شو الاثنين مع بعض. السيستم بتاعها بيكون ايه؟ جي اي تي اند ليفر، بتجيلنا جلاس سلايد وبتجيلنا داتا شو. بنشوف ايه بقى في الشريحه دي؟ شريحه مكتوب عليها ان هي جي اي تي اند ليفر. اعرف اول حاجه بدايه اعرف ان انا في الجي اي تي ولا في الليفر، اصلا اللي بتعرفني ان انا في الكولون، يبقى لازم هشوف حته نورمال، والحته اللي تحت دي هي اللي فيها المالجننت تيومر. لو لاحظنا ان المالجننت تيومر تحت هنلاقيه عباره عن خلايا، والخلايا دي كانها عايمه في بحر لونه ابيض، كل دول مالجننت سيلز وعايمه في بحر ابيض. لو شفنا المنظر ده فينا تحت شويه في الشريحه بلاقي المنظر ده، بنلاقي المالجنان سيلز اللي هما لونهم ازرق دول، مالجنان سيلز لونها ازرق اهيت، والمالجنان سيلز دي عايمه في بحر لونه ابيض. خلاص. المالجنان سيلز دي هي الادينوكارسينوما، والبحر اللي هي عايمه فيه لونه ابيض ده كله ده عباره عن ايه؟ ده الميوسين. خلاص. الادينوكارسينوما اللي بتطلع ميوسين زي ما خدناها في النظري اسمها ايه؟ اسمها ميوكويد او ميوسينس كارسينوما في الكولون. يبقى ده سكشن فين؟ في الكولون. عرفت منين ان هو في الكولون؟ بلاقي حته الكولون النورمال، بلاقي حته نورمال كولون في جنب الشريحه، مفيش شريحه فيهم ما فيهاش حته نورمال كولون. كل الشرايح اللي عندنا في الاسم وكل الشرايح اللي بتنزل لكم في الامتحان لازم بنجيب لك حته نورمال كولون في الشريحه. تمام. طيب بتلاقي حته نورمال كولون والحته اللي بعدها مالجننت سيلز الزرقاء دي عايمه على بحر لونه ابيض اهي، مالجننت سيلز اهي لونها دي بقيه الشريحه، الشريحه في دي تاني فيها مالجنان سيلز لونها ازرق وعايمه في بحر لونه ابيض.
المالجنان سيلز دي هي الادينوكارسينوم. البحر اللي لونه ابيض ده او مزرق شويه ابيض مزرق كده ده الميوسين. يبقى الادينوكارسينوما اللي بتطلع ميوسين اللي هي الايه الميوسينوس او الميوكويد ادينوكارسينوما في الكولون. تمام. في حاجه مهمه جدا جدا في الشريحه ده هي لازم تعرفوها. شايفين اي كولون في الدنيا نورمال ربنا خلقهن في فات محوط الكولون من بره، ده الفات اهو الاديبوسايتس اللي خدتوها في الهيستولوجي، في فات من بره محوط الكولون. خلاص شايفين الفات دي عامل ازاي، خلايا وليها بوردرز، كلها خلايا وليها بوردرز، فات نورمال طبيعي ربنا خلقهن محوط لنا الكولون من بره. شايفين دي بقى دي ايه، دي الادي الميوكويد كارسينوما اهي المالجنان سيلز الزرقاء دي عايمه في بحر لونه ابيض. عايزاكوا دايما عينيكوا تلاحظ الفرق بين الميوكويد كارسينوما دي وبين الفات ده علشان ما تتلخبطوش بينهم، عشان في ناس منكم في الامتحان بتبقى شرايح كولون تانية بتجينا في الامتحان ما فيهاش ميوكويد كارسينوما بس طبيعي فيها الفات، فالناس بتشخص الفات ده على انه ميوكويد كارسينوما. فناخد بالنا قوي نعود عينينا على الفرق بين الفات، ادي فات اهو وادي فات اهو، ده نورمال في الكولون، لكن دي اللي مش نورمال دي المالجنانت. يعني الفات ده موجود في اي كولون ربنا خلقهن وهنلاقيه موجود في اي شريحه كولون عندنا، لكن دي مش موجوده في اي شريحه كولون، دي الميوكويد كارسينوما اللي فيها مالجنان سيلز عايمه على بحر من الميوسين. يبقى لازم نعود عينينا على الفرق بين شكل الميوكويد كارسينوما والشكل بتاع الايه بتاع الفات. طيب اما نيجي بقى نعمل نعمل كومنت للشريحه دي هنقول ايه. اول حاجه ده سكشن ان colon showing malignant infiltrative growth. المالجنانت انفلتريتيف جروس ده فورمد اوف ايه، فورمد اوف مالجنانت اسيناي، كل دول مالجنانت اسيناي او مالجنانت ايه جلانز. المالجنانت جلانز دهيت عامله انفلتريشن للسب ميوكوزا اوف ذا كولون. خلاص وهنقول ان المالجنانت جلانز دهيت مالها، نوصف اول حاجه الكرايتيريا بتاعه المالجنانسي اللي هي انكريز ان سي ريشيو، هايبر كروميزيا، بليومورفيزم، بروميننت مايتوتيك فيجرز، بروميننت نيوكليولاي. تمام. وبعد كده لازم اقول ان المالجنان سيلز دي عامله سكريشن لاكسترا سيلولار ميوسين اللي هو ده اهي، مالجنان سيل شوينج سكريشن اوف اكسترا سيلولار ميوسين اهو، وكمان مش اكسترا سيلولار بس ده الميوسين كمان بيبقى انترا سيلولار بس احنا مش شايفينه. هنقول سام سيلز شوينج انترا سيلولار ميوسين فورميشن، والانترا سيلولار ميوسين بيبوش نيوكليس تو وان سايد جيف ذا سيل ايه السيجنترينج ابييرنس زي بتاع الفات سيلز اللي احنا خدناهم قبل كده. يبقى بقول ان ده سيكشن ان كولون شوينج ايه، شوينج مالجنانت انفيلتريتيف جروس ان ذا فورم اوف مالجنانت اسيناي infiltrating a submucosa showing cellular anaplasia. وابدا اقول الكريتيريا اوف مالجنسي، increase in cell ratio، pleomorphism، hyperchromesia، prominent nucleoli و prominent mitotic figure، واقول ان هي showing extracellular mucine secretion and some cells showing intracellular mucine secretion push nucleus to one side give the cell a the signet ring appearance. تمام. طيب السلايد اللي بعدها دي برضو ميوكويد كارسينوما في الكولون، حتة النورمال كولون اهي، وادي دول المالجنان سيلز عايمين على بحر من الميوسين. عيد الكلام ده تاني في الاخر. طيب الشريحة اللي بعدها بقى شريحة برضو السيستم بتاعها جي اي تي اند ليفر، وبتجيلنا في الامتحان جلاس سلايد او داتا شون، بنلاقي برضو فيها حتة النورمال كولون اهي، دي اللي بتعرفني اصلا ان انا في الجي اي تي مش في الليفر، كل دول الاسيناي بتوع الكولون اهم. شايفين الفرق بين الاسيناي دي والاسيناي دي، الاسيناي دي لونها فاتح قوي خلاص وريجولر، ليها بيزمنت ممبرين واليومن بتاعتها ريجولر. شايفين الفرق، دول اسيناي بداوا يبقوا شكلهم الريجولر وزرق قوي، لونهم ازرق قوي ومتقطعين، وايه كمان مش موجودين في مكانهم، مش موجودين في الميوكوزا، دول نازلين تحت في الساب ميوكوزا. دي شكل ايه، ده شكل الادينو كارسينوما في الكولون. يبقى دي شريحة الأدينوكارسينوما بس مش الميوكويد، اللي فاتت كانت أدينوكارسينوما بس مطلعة ميوسين، ده أدينوكارسينوما عادية مش مطلعة ميوسين. هنعرفها ازاي؟ أول حاجة لازم الحتة النورمال، أي شريحة عندنا في الاسم لازم تلاقي فيها الحتة النورمال كولون دي. شايف الفرق بين النورمال أسيناي وبين المالجنانت أسيناي؟
النورمال اسيناي اهم دولم اسيناي لونهم ابيض ريجولر وليهم بيزمنت ممبرين بتاعهم، لكن دول الريجولر اسيناي مزرقين ملهمش بيزمنت ممبرين ومش موجودين في مكانهم، عاملين انفلتريشن للساب ميكوزا. يبقى لما اجي اعمل كومنت على الشريحه دي اقول ايه؟ سكشن ان كولون شوينج مالجنانت انفلتريتيف جروس ان ذا فورم اوف ايه بقى؟ الريجولر مالجنانت اسيناي انفلتريتنج الساب ميكوزا والاسيناي لايند باي سيلز شوينج سيلولار انابليزيا. وابدا اقول استنبط السيلولار انابليزيا اللي هي ايه؟ انكريز ان سيريشيو هايبر كروميزيا بليومورفيزم بروميننت نيوكليولاي اند بروميننت ميتوتيك فيجرز. في شريحة دي شايفين الشكل الأزرق ده عندنا منه شرايح في القسم، في شكل تاني شايفين الشكل ده دول برضو مالجننت أسيناي بس محمرين شوية برضو عندنا منها شريحة في القسم. يبقى عندنا دي فرايتز بس من الشرايح بس الاتنين أدينوكارسينوما في الكولون. دي برضو في الشريحة دي فيها حتة منها برضو نورمال كولون بس النورمال كولون كان بعيد شوية معرفتش أصوره جنب المالجننت. يبقى دي بتجيلك عادي في الامتحان كأنها أدينوكارسينوما برضو وبتلاقي حتة في الشريحة فيها حتة نورمال كولون وبقيت الشريحة بالمنظر ده الريجولر او المالجننت اسيناي بس هم صبغتهم محمرة شوية عندي. يعني هي دي هي دي بالظبط بس دي مزرقة شوية ودي فاتحة ودي محمرة شوية. تمام؟ طيب هنعيد اللي فات كله الاول قبل ما ندخل في الشريحة اللي بعدها. احنا خدنا ايه النهاردة؟ النهاردة السكشن بتاع المالجننت تيومر. الشريحة دي بتبين الكرايتيريا اوف المالجننس. دي شريحة تعليمية مش علينا اصلا في المنهج. ايه الكرايتيريا اوف مالجننسي اللي احنا خدناها اللي هتبقى اسطمبه لاي شريحه مالجننسي عندنا؟ الاسطمبه بتاعه المالجننسي اللي هي حته السيلولر انابليزيا بتاعه النظري اللي هي ان اي خليه مالجننت شوينج سيلولر انابليزيا ان ذا فورم اوف ايه. اول حاجه بليومورفيزم. يعني ايه بليومورفيزم؟ يعني كل خليه شكلها مختلف عن الثانيه. خلاص كل خليه في دول شكلها مختلف عن الثانيه. تاني حاجه هايبر كروميزيا يعني النيوكليس لونها غامق قوي عشان الدي ان ايه بتاع سكري الدي ان ايه سينثيسس بيبقى عالي. طيب تالت حاجه انكريز ان سي ريشيو حجم النيوكليس كبير قوي بالنسبه لحجم السيتوبلازم اللي حواليها. خلاص رابع حاجه بروميننت نيوكليولس جوه كل نيوكليس بنلاقي نقطه اللي هي النيوكليولس. خلاص خامس حاجه الميتوتيك فيجر. شايفين الحاجات الزرقاء المتكومه دي اللي هي كلامب دي ده كل ده ميتوتيك فيجر دليل ان الخليه فيها اكتيف ميتوزس يعني دليل ان الخليه البروليفريشن بتاعها عالي. كل دي كرايتيريا اوف مالجنسي. دي برده شريحه بتبين الكرايتيريا اوف مالجنسي اللي هم السيلولار بليومورفيزم والهايبر كروميزيا والانكريز ان سي ريشيو والبروميننت نيوكليولاي والبروميننت ميتوتيك فيجر. ولو ركزنا في اللي فوق دي اللي هي الميتوتيك فيجر ده اللي هو ترايبولر اللي عامل زي علامه المرسيدس بس انا عشان مكبره الصوره عامله لها يعني موسعاها كده فتلاقي البول اللي فوق بس واسعه لكن ده اصلا ترايبولر اللي هو عامل زي علامه المرسيدس اللي انا خدته لكم اللي انا قلته لكم في النظري. تمام دي كده الصورتين دول بيبينوا بس الكرايتيريا اوف مالجنسي لكن مش علينا في المنهج خالص. بدانا اول حاجه اول شريحه مالجننت قلنا الشريحه دي بتبقى تيومر في البريست. الشريحه دي بتنزل جلاس سلايد وبتنزل داتا شو والسيستم بتاعها بيكون بريست فيميل اند بريست. خلاص هعرفها ازاي؟ عن طريق حاجتين. اول حاجه ساعات عندنا بتبقى الشريحه فيها شويه فات بتوع البريست اللي هو النورمال فات بتاع البريست وساعات ما بلاقيش الفات. طب لو ما لقيتش الفات هي الشريحه الوحيده المالجننت اللي في السيستم كله فما بتتلخبطش مع اي حاجه تانية. بنعرفها ازاي الشريحه دي؟ بنلاقي الجروبس اللي لونهم ازرق غامق دول جروبس او شيتس من المالجننت سيل عامله انفيجن سارحين بطريقه الريجولر في البريست ستروما. ساعات بتجينا بالمنظر ده دي برضو شيتس من المالجننت سيلز وعامله انفيجن للبريست ستروما. يبقى ساعات الصوره بتيجي كده الشيتس بتبقى بالمنظر ده وساعات بتيجي بالمنظر ده الشيتس بتبقى بالمنظر ده بس في المحصله في النهايه ان هي جروبس الريجولر جروبس لونهم ازرق سارحين في البريست ستروما والبريست ستروما اللي حواليهم بتكون فايبرس قوي والفايبرس ستروما اللي حوالين اي مالجننت تيشو بسميها ديزموبليزيا. يعني ايه ديزموبليزيا؟ يعني فايبرس تيشو اللي محوط المالجننت سيلز دي بسميها ديزموبليزيا. تمام؟ طيب
يبقى دي بنقول عليها ان هو section in breast showing malignant infiltrative growth in the form of sheets او groups من malignant cells showing cellular anaplasia. ورص راسة cellular anaplasia بتاعتنا increase in serratio, pleomorphism, hyperchromesia, prominent nucleolus and frequent mitotic figures. وقول ان هي surrounded by a desmoplastic stroma. دي الشريحة دي diagnosis بتاعها ايه؟ invasive duct carcinoma في البريست. invasive duct carcinoma في البريست ده malignant تيومر او كارسينوما في البريست. طيب الشريحه اللي خدناها وراها على طول الكارسينوما بتاعت السكين اللي هي سكويمس سيل كارسينوما في السكين. بنعرفها ازاي؟ الشريحه بيجي مكتوب عليها سكشن سكين اند سوفت تيشو. تمام. طيب بعرفها ازاي؟ تحت الميكروسكوب شكل الكنافه. تحت الميكروسكوب بلاقي فيها الكنافه ده. خلاص. طب هي اصلا بتتكون من ايه؟ بتتكون من سيل نيستس. السيل نست دول بتبقى الكور دي كلها بنفس ترتيب الخلايا بتاعت السكين. اول حاجه بيزل لايك سيلز وبعد كده البوليهيدرال سيل وبعد كده السنترال كيراتين اللي عامل زي الكنافه ده وده عامل انفيجن للايه للديرمز. يبقى بقول ده سكشن ان سكين شوينج مالجننت انفيلتريتيف جروس فورمينج اوف سيل نست انفيدنج او انفيلتريتنج الديرمز فورمد اوف ايه بقى السيل نست دهيت بريفرال بيزل لايك سيل وبعد كده followed by polyhedral cell and central keratin flakes. وبعد كده منساش الكريتيريا بتاعت المالجنسي. اقول ان cells showing cellular anaplasia in the form of ورص الرصة بتاعت المالجنانت كريتيريا. طيب دي برضو شكل squamous cell carcinoma اللي هو شكل الكنافة ده شريحة تانية اهي. خلاص. طيب قدنا الشريحة اللي بعدها دي بتيجي داتا شو بس عبارة عن ايه؟ نفس شكل المالجنانت cells اللي هي cellular anaplasia اللي احنا قلنا عليها بس فين؟ في الإبيدرمز بس. وفين في الإبيدرمز؟ في الفول سيكنس بتاع الإبيدرمز. مش عاملة انفيجن للبيزمنت ممبرين. واتفقنا ان المالجنان سيلز اللي بتبقى موجودة جوه الإبيسيليوم ومش عاملة انفيجن للبيزمنت ممبرين بسميها ايه؟ بسميها ديسبليزيا. والديسبليزيا دي لما تبقى واخده الفول سيكنس بتاع الإبيسيليوم بسميها ايه؟ بسميها كارسينوما انسايتو. يبقى الشريحة دي قلنا ان هي اسمها كارسينوما انسايتو في السكين. ليه؟ شايفة قدامي ايه؟ شايفة قدامي malignant cells showing اللي هي cellular anaplasia اللي هي in the form of cellular pleomorphism اللي hyperchromesia increase in the ratio prominent nucleolus of frequent mitotic figure involving full thickness epithelium without invading the basement membrane. هي مش عاملة خالص invasion لل basement membrane. البيزمنت membrane مرسومة هو. يبقى دي اسمها squamous cell carcinoma in situ. خدنا الشريحة اللي بعدها اللي هي الميوكويد او الميوسينس كارسينوما في الكولون. وقلنا ان دي سكشن بيجي سكشن ان جي اي تي اند كولون. وبنلاقي فيه ايه هنا؟ بنلاقي فيه لازم حته نورمال كولون لازم. خلاص. وبعدها مالجنان سيلز لونهم ازرق عايمين في بحر من الميوسين. وفيلد تاني من الشريحه بلاقي البحر اهو الابيض ده او المزرق وجواه النقط الزرقاء اللي فيه دهيت. يبقى بقول ده ايه؟ section in colon showing malignant infiltrative growth in the form of malignant acini infiltrating submucosa showing cellular anaplasia. وسمع الستامبة بتاعت cellular anaplasia. وبس منساش هنا ان انا اقول ان ان malignant tumor ده showing extracellular ميوسين lakes formation بحيرات من الميوسين. ولازم اقول ان some cells showing intracellular ميوسين formation pushing nucleus to one side gives the cell signet ring appearance. خدنا الشريحة اللي بعدها قلنا ما ننساش ان او ما نتلخبطش ونحط في بالنا ان اي كولون في الدنيا ربنا خلقهن خلق لنا حواليه ايه؟ حواليه بيريكوليك فات. في فات ده نورمال نورمال لير من الكولون فات حوالين الكولون. ده شكل الفات الاديبوسايتس اللي خدتوها في الهيستولوجي. شايفين اللي جنبها ده ايه؟ دي ميوكويد كارسينوما خلايا لونها ازرق اهي المالجنان سيلز على بحر من الميوسين. الفات ده موجود في اي شريحة كولون عادي. لكن دي ده مالجنان تيومر مش موجود غير في شريحة الميوكويد كارسينوما. يبقى لازم افرق بين ده وبين ده علشان ساعات بتجيلكوا اي شريحة في الكولون فيها الفات ده بتبصوا على الفات وتقولوا ده ميوكويد كارسينوما. ساعتها ممكن اموت نفسي واموت اللي بيشوف الشريحة. ليه؟ عشان لازم نعود نفسنا على الفرق بين الفات ده والفرق بين الميوكويد كارسينوما. يبقى ما يجيش حد يشوف لي الكولون البيريكوليك فات ويقول لي دي ميوكويد. لا دي شكل ودي شكل تاني خالص. دي اديبوسايتس بينهم وبين بعض سيل بوردرز رفيعه قوي. لكن دي خلايا غامقه جدا مالجنان سيلز غامقه جدا عايمه على بحر من الميوسين. يبقى اوعى تتلخبط ما بين شكل الفات اللي في الكولون وما بين شكل الميوكويد كارسينوما. ليه؟ لان اي كولون في الدنيا نورمال فيه فات
خلاص، فمش اي شريحه تجيلنا في الكولون هشخصها انها ميوكويد كارسينوما وهي اصلا يكون فيها ليجن تاني خالص، بس عشان حضرتك شفت الفات اللي فيها فافتكرت ان هو ميوسين وافتكرت ان دي ميوكويد كارسينوما. يبقى لازم تعود عينك على الفرق بين ده وبين ده، المنظرين دول الشريحه دي اهم شريحه في الدنيا، انك تعود عينك على الفرق بين الفات وبين الميوسين او الميوكويد كارسينوما. طيب ودي برضو ميوكويد كارسينوما في الكولون، الجزء ده اللي فيه النورمال والجزء ده اللي فيه بحيرات الميوسين اهي وعايم فيها الماليجنان سيلز. تمام، دي بقى الشريحه اللي بعدها اللي هو الايه اللي هو الادي نورمال كولون اهو، في النورمال اسيناي واللي حواليه دول ايه، دول الماليجنانت اسيناي، دول لونهم ابيض وشكلهم ريجولر وكونفايند للميوكوزا، لكن دول لونهم ازرق وريجولر وسرحين عاملين انفيجن للايه للسب ميوكوزا وفيهم الماليجنانت كرايتيريا. يبقى ده سيكشن ان كولون شوينج ماليجنانت انفيلتريتيف جروس ان ذا فورم اوف ماليجنانت اسيناي انفيلتريتنج السب ميوكوزا، ماليجنانت اسيناي ار ريجولر اند سيلز lining the acini showing cellular anaplasia in the form of verrucerated cellular anaplasia. قلنا الشريحة دي عندنا منها واحدة منهم بتبقى لونها مزرق والتانية بيبقى لونها محمر، بس الاثنين فيهم normal colon وجنب النورمال colon اللي هي الايه المالجنانت acini. تمام، طبعا السكشن ده معلش هو كبير بس مش انا اللي عاملاه، هما اللي عاملينه سكشن على بعضه، فكتر السكشن ده مش زنبي، ده السكشن هو نزل لكم كده. طيب اخر سلايد في السكشن ده وبعد كده ندخل في الجارز. السلايد دي ايه؟ السيستم بتاعها ليمف نود اند سبلين. دي ايه؟ دي ليمف نود مش سبلين. ازاي بقى؟ احنا اتفقنا ان اي ليمف نود في الدنيا ايه الفرق بينها وبين السبلين؟ الاثنين فيهم الفوليكلز، شايفين الفوليكلز دي موجوده في الليمف نود وفي السبلين، ادي فوليكل اهي، الفوليكلز انا بشاور عليهم بس، دي فوليكل ودي فوليكلز خلاص، ودي كده فوليكلز. اي ليمف نود وسبلين بيتكون من فوليكلز، الفوليكل ده عباره عن ايه، شويه ليمفوسايتس متجمعين مع بعض عاملين كور اللي هي الفوليكلز دي. بس الفرق بين بتاعه الليمف نود وبتاعه السبلين ان بتاعه الليمف نود الفوليكل بتاعه الليمف نود ما فيهاش في النص سنترال ارتريول، كلهم كور زرقاء اهي من غير ايه، من غير سنترال ارتريول. تمام، ساعات ما بلاقيش في الليمف نود الكور الزرقاء دي، امال بتلاقي ايه؟ بتلاقي الليمفوسايتس ماشيين نقط زرقاء ديفيوز جنب بعض كده خلاص، فبعرف ان ده الليمف نود برده مش سبلين. يبقى الليمف نود بعرفها ازاي؟ يا اما فوليكلز اهي من غير سنترال ارتريول، يا اما الليمفوسايتس ماشيين جنب بعض مش عاملين فوليكلز بس نقط زرقاء جنب بعض. اهم حاجه ان انا ما لقيتش عندي ليمف فوليكل فيها سنترال ارتريول، يبقى انا على طول مش سبلين. خلاص عرفت ان انا في ليمف نود، ابدا بقى. احنا شايفين هنا ايه، تو تايبس من التيشو، شايفين ده الليمفويد فوليكل بتاعتنا العاديه اللي هي النورمال بتاعه الليمف نود، وشايفين جنبها تيشو غريب عن الليمف نود، الحاجات دي كلها غريبه عن الليمف نود، دول كل الحاجات دي لونها احمر دي حاجات غريبه عن الليمف نود. الليمف نود المفروض ربنا خلقها كلها فوليكلز بس. تمام، يبقى الليمف نود ربنا خلقها لنا كلها فوليكلز بس، كون ان في تيشو غريب داخل على الليمف نود بالمنظر ده يبقى دي ايه، دي ميتاستاتيك كارسينوما في الليمف نود، دي كارسينوما كانت موجوده في اي حته في جسم، في الجسم وراحت بعتت ميتاستاسيس للايه لللمف نود. تمام، يبقى بنعرفها ازاي، سكشن في الليمف نود وسبلين. عرفت ازاي ان هو مش سبلين؟ ان الليمف فوليكلز اللي عندي ما فيهاش سنترال ارتريول. طب افرض ما لقيتش فوليكلز، في شرايح عندنا ما فيهاش فوليكلز ما فيهاش الكور دي بس فيها ايه، فيها الليمفوسايتس ماشيين ديفيوز كده جنب بعض، نقط زرقاء جنب بعض. اهم حاجه ان انا مش لاقي عندي فوليكل فيها سنترال ارتريول. تمام، خلاص عرفت ان انا ليمف نود، ابص بقى هي الليمف نود فيها ايه، فيها الليمفويد تيشو بتاعنا العادي اللي ربنا خلقه لنا نورمال، وجنبها تيشو غريب عن الليمف نود. ايه التيشو الغريب عن الليمف نود ده؟ هو ده الميتاستاتيك كارسينوما اوف الليمف نود. طيب هاجي دلوقتي هقول بقى ال بتاع ده الكومنت بتاع الشريحه دي ايه. اول حاجه بقول سكشن ان ليمف نود شوينج ايه بقى، هقول ان الليمف نود شوينج ايه، افيزد اركيتكتشر او الاركتكتشر بتاع الليمف نود ماله نوت بريزيرفد. تمام، يبقى ده سيكشن ان ليمف نود شوينج افيسمنت، او بدل ما تقول الكلام ده نقول ريبليسمنت اوف النودال تيشو، بارشال ريبليسمنت. مش احنا عندنا نودال تيشو باين قدامنا اهو وفي حته تانية ما فيهاش نودال تيشو ريبليسد بحاجه تانية، يبقى اقول سيكشن ان ليمف نود شوينج
partial replacement of a nodal tissue by malignant growth in the form of ايه بقى؟ sheets of malignant cells showing cellular anaplasia. وابدا ارص رصه السيلولر انابليزيا اللي احنا عارفينها اللي هي بليومورفيزم هايبركروميزيا ان سي ريشيو بروميننت نيوكليولاي بروميننت ميتوتيك فيجرز. تمام، شايفين دول؟ دول كانوا ليمفاتيك فيسلز. دول ليمفاتيك فيسلز اصلا داخلين اللي بيوصلوا الليمف للليمف نود. الليمفاتيك فيسلز دي جواها ايه؟ جواها تيومر، ده الامبولاي بقى. يبقى الفراغ ده كده والفراغ ده كده، دول ايه؟ دول كده ليمفاتيك فيسلز. شايفين الدواير اللي هي اللي مختلف دي كلها كده دواير، والدواير ده فيه تيشو مختلف عن الليمف نود. ايه الدواير دي؟ دي كده ليمفاتيك فيسلز، هي اللي بتوصل الليمف للليمف نود، موصله لها ايه بقى؟ موصله لها الليمفاتيك امبولاي اللي انتوا خدتوها في النظري. خلاص، الليمفاتيك امبولاي دي وصلت المالجننت تيومر للليمف نود، عمل بقى انفيجن للليمف نود بالتيومر اهو. خلاص، يبقى ده الليمف فيسل اللي وصل التيومر للليمف نود. الليمف نود ده الليمف نود دخل فيها تيومر، خلاص عمل لها انفيجن وعمل لها ريبليسمنت بتاع الليمفويد ستراكشر بتاعها. يبقى السكشن ده بعرفه ازاي تاني؟ ده سكشن السيستم بيبقى مكتوب عليه ليمف نود اند سبلين. بتيجي سلايد وبتيجي داتا شو بلاقي فيه ايه؟ بلاقي فيه الفوليكلز دي اهي، دي كلها فوليكلز ما فيهاش سنترال ارتريول، يبقى انا كده مش في سبلين، يبقى انا كده في ليمف نود. ما لقيتش الفوليكلز دي هلاقي ايه؟ هلاقي ليمفوسايتس نقط زرقاء كتير ماشيين ديفيوز جنب بعض، يبقى انا كده برده في ليمف نود مش في سبلين. طيب هل اللي قدامي ده ليمفويد تيشو بس ولا ليمفويد تيشو ومعاه تيشو غريب عنها؟ لا، انا معايا ليمفويد تيشو وفي تيشو غريب عنها. التيشو الغريب ده عباره عن ايه؟ مالجننت تيومر. يبقى ده section in lymph node showing partial replacement of a nodal tissue by malignant growth in the form of sheets of malignant cells showing cellular anaplasia in the form of increase in serratio pleomorphism hyperchromesia prominent nucleoli prominent mitotic figure. وهقول ان في some lymphatic vessels showing lymphatic emboli او tumor emboli. تمام، دي كده اخر شريحة موجودة في الدرس بتاع النهاردة. الجرات بقى بتاعت النهاردة سهلة قوي. يبقى تاني خدنا النهارده ايه في الشرايح؟ خدنا اول حاجه الانفيزيف داكت كارسينوما اللي هو مالجننت تيومر في البريست، خلاص، اللي هو بتبقى ايلاندز كده لونهم ازرق، خلايا لونهم ازرق ماشيين الريجولر في البريست ستروم، خلايا لونها ازرق ماشيين الريجولر في البريست ستروم. تمام، خدنا دي برضو اهي انفيزيف داكت كارسينوما في البريست، خلايا لونها ازرق الريجولر في الستروم بتاعت البريست. خدنا اللي هي السكويما ستيل كارسينوما اللي هي الكنافه، ستيل نست اللي عامله زي الكنافه، خلاص دول كده سكويما ستيل كارسينوما. خدنا السكويما ستيل كارسينوما ان سايتو اللي بتيجي داتا شو بس، تيجي الصوره كوبي بيست بالمنظر ده، داتا شو بتجيلك الصوره كده، كل المالجنان سيلز موجوده في الابيديرمس بس مش واصله للدرمس خالص. تمام، طيب بتجي لنا ايه تاني عندنا؟ اللي هي الشريحه دي اللي بلاقي فيها حته نورمال كولون وحته تانية فيها مالجنان سيلز عايمين على بحر من ايه؟ من الميوسين. يبقى دي ايه؟ ميوكويد كارسينوما في الكولون. وما انساش افرق بين شكل الميوسين وشكل الفيت. طيب خدنا ايه تاني؟ خدنا الشريحه دي برضو اللي فيها النورمال كولون وجنبها تيومر بس ما فيهوش ميوسين، يبقى دي ايه؟ ادينو كارسينوما في الكولون. وخدنا قلنا الادينو كارسينوما بتيجي لونها مزرق زي دي اما بتيجي لونها محمر، تمام، بس الاثنين معاهم نورمال كولون. طيب خدنا الشريحه دي اللي هو سيكشن في ليمف نود اند سبلين، قلنا دي ليمف نود لان الفوليكلز اللي فيها ما فيهاش سنترال ارتريول، واحنا اتفقنا ان احنا عندنا شايفين اهو نودال تيشو وجنبيه تيشو اصلا مش ليمف نود، تيشو غريب عنها. يبقى دي ايه؟ لما الاقي سيكشن فيه ليمفويد تيشو وتيشو غريب عنها يبقى دي على طول ميتاستاتيك كارسينوما في الليمف نود. وكلمه كده ما تنسوهاش خالص، لازم تفتكروها وتحطوها في دماغكم وما حدش ينسى الكلمه دي لغايه اخر السنه، ان الليمف نود يا اما الاقي فيها فوليكلز كور بالمنظر ده ما فيهمش سنترال ارتريول، يا اما ما الاقيش فوليكلز. امال هلاقي ايه؟ هلاقي ليمفوسايتس ماشيين ديفيوز جنب بعض. خلاص، يبقى يا اما تلاقي الفوليكلز يا اما تلاقي ليمفوسايتس ماشيين ديفيوز جنب بعض في شيتس جنب بعض، نقط زرقاء ماشيين في شيتس. تمام، يبقى لازم تاخد بالك قوي من الكلام ده علشان ما يجيش حد يلاقي ما عندهوش ليمفويد فوليكل في الشريحه ويقول لي هي ازاي دي ليمف نود؟ لا، دي ليمف نود. ليه؟ لان فيها ليمفوسايتس شيتس ماشيين جنب بعض. ساعات النودولاريتي دي ما بتبانش في الشرايح اللي في الاسم. تمام، اهم حاجه ان انت مش شايف قدامك ليمف فوليكل فيها سنترال ارتريول، يبقى انت كده اكيد مش سبلين، سواء كان لقيت الليمفويد فوليكلز دي او ما لقيتهمش واستبدلناهم بشيتس من الليمفوسايتس. تمام، طيب هناخد بعد كده الجرات. سهله قوي الجرات بتاعت النهارده وكلهم ليهم اسطمبه واحده يعني.
طيب ايه الجرات بتاعت النهارده؟ اول حاجه ان الجرات بتاعت النهارده برضو المالجننت، وهي برضو مالجننت تيومر بس جروسلي. بقى هنشوفه ازاي جروسلي. اول جار عندنا جار في السوفت تيشو، مكتوب عليه حرف الاس ده في السوفت تيشو، هو الوحيد اللي في السيستم بتاعت السوفت تيشو فيها ايد، خلاص ايد، والايد دي شايفين فيها ايه؟ فيها ألسر، خلاص الألسر ده مالجننت، مالجننت ألسر. اي مالجننت ألسر في الدنيا ليه استنبا خدناها في النظري، ايه هي؟ raised everted edge rough necrotic floor indurated base. يبقى اي مالجننت ألسر هيقابلك في حياتك جروسلي هتوصفه كده، raised everted edge rough necrotic floor indurated base. يبقى ده ulcerative carcinoma في الهاند. دي كانت سكويمس سيل كارسينوما عاديه، بس سكويمس سيل كارسينوما شكلها ايه؟ مش احنا اتفقنا ان السكويمس سيل كارسينوما ليها ثلاث اشكال جروسلي، اللي هم يا اما فانجيتنج يا اما انفلتريتيف يا اما ألسر. دي سكويمس سيل كارسينوما بس واخده شكل الألسر، تمام؟ لو كنتوا فاكرين من النظري كنا واخدين ان السكويمس سيل كارسينوما لها ثلاث اشكال، يا اما فانجيتنج ماس يا اما ألسريتيف ماس يا اما انفلتريتنج. دي بقى مالجننت، دي سكويمس سيل كارسينوما بس عامله ألسر. استنبط الالسر ان بيكون الايدجز بتاعته ريزد ايفيرتد ايدج ورف نيكروتيك فلور اند انديوريتد بيز. ايه الفرق بين الفلور والبيز؟ اللي انا شايفاها قدامي دي اسمها فلور، بالانسبكشن بعناية بصلها اسمها فلور، اللي بمسكها بايدي اسمها بيز. يبقى الفلور دي اللي انا بشوفه بعيني، لكن اللي بمسكه بايدي اسمه بيز. الاثنين حاجه واحده، بس الفلور هي اللي بشوفها والبيز هي اللي بمسكها، تمام؟ طبعا بيكون الفلور ليه نيكروتيك عشان مالجننت، دايما المالجننت بيكون التيشو نيكروتيك، بيعمل انفلتريشن للتيشو فبيموت السراوندنج تيشو، يعمل نيكروزس عنيف جدا. كمان ليه البيز انديوريتد؟ انديوريتد يعني ناشفه، ليه؟ عشان خاطر الفايبروزس، عشان زي ما اتفقنا ان اي مالجننسي في جسمنا جسمي بيرد عليه بايه؟ ان هو بيحاول الاستروما اللي حوالين المالجننت سيلز تبقى فايبروتيك، اللي فيها الديزموبليزيا اللي قلتها لكم من شويه، علشان تحاول تخلي التيومر ما ينتشرش قوي. فاي تيومر عندي في جسمي لازم الجسم بيرد عليه بفايبروزس حوالين التيومر ده، اسمه ديزموبليزيا تحت الميكروسكوب، تمام؟ طب الفايبروزس ده بيترجم ازاي جروسلي؟ ان البيز بتاعت الالسر بتبقى انديوريتد. يبقى ده سكشن في السوفت تيشو في عليه حرف الاس في الجرات. السبيسيمن عندنا رايت هاند، الجروس بيكتشر منساش اخد المقاس، بقول ان في ألسر، الألسر ده مثلا كان 15 في 15 سنتي، مالجننت ألسر. المالجننت ألسر ده فورمد اوف ايه؟ او عباره عن ايه؟ ريزد ايفيرتد ايج رف نيكروتيك فلور انديوريتد بيز، وبقول ان الدايجنوزس ألسريتيف كارسينوما اوف ذا هاند بين قوسين سكويمس سيل كارسينوما. سهل جدا لان هي الجار الوحيد اللي فيه ايد، الجار الوحيد اللي عند اللي فيه ايد في المنهج كله، تمام؟ طيب اللي بعده برضو في السوفت تيشو عليه حرف الاس، بتلاقيه كوره كده، عباره عن كوره، والكوره دي طالع منها شعر من فوق، خلاص ماشي. دي عباره عن ايه؟ ألسريتيف كارسينوما برضو بس في السكالب سكين، دي ألسريتيف كارسينوما بس في السكالب سكين، تمام؟ يبقى ده بقول عندنا ان هو سكشن ان سكالب او بارت من السكالب شوينج مالجننت ألسر 10 في 10 سنتي مثلا، والألسر اقول بقى استنبط الألسريتيف كارسينوما ريزد ايفيرتد ايج رف نيكروتيك فلور اند انديوريتد بيز، والدايجنوزس ألسريتيف كارسينوما اوف ذا سكالب. يبقى سهل جدا في التعرف عليه وسهل جدا في الكومنت، سواء كانت الألسريتيف كارسينوما في السكالب او الألسريتيف كارسينوما في الهاند، الاثنين سكشن ان سوفت تيشو، ده الجار الوحيد اللي فيه ايد، خلاص ماشي. والوصف بتاعه وصفة المالجننت ألسر بس منساش المقاس، اللي هو ريزد ايفيرتد ايج رف نيكروتيك فلور انديوريتد بيز ومنساش المقاس. ده نفس الكلام برضو سكشن في سكالب شوينج ايه؟ مالجننت ألسر، واقول المقاس وبعد كده الوصف ريزد ايفيرتد ايج رف نيكروتيك فلور انديوريتد بيز، مفيش اسهل من كده، تمام؟ طيب ايه الجار اللي بعده بقى في الفيميل؟ ده جار في الفيميل سيستم، تمام؟ طيب الجار ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بتعرف عليه ازاي؟ طبعا بيبقى بيجيلك في الامتحان عليه حرف الاف، خلاص ماشي. طيب شكله عامل ازاي؟ بتحس كده كانك جايب كده ايه، برتقانه، فصين برتقان وفاتحهم، خلاص ماشي، فصين برتقان وفاتحهم، وفي النص كده تيشو لونه جراي وحواليه فات لونه اصفر. التيشو اللونه جراي ده يا ولاد ده عباره عن ايه؟ ده التيومر، ده التيومر وعامل انفلتريشن للايه؟ للفات بتاع البريست، خلاص ماشي. وده السكين بتاع البريست، والحته دي كده النبل،
بس التيومر الفايبروزس بتاعه بيشد على النبل لجوه، بيخلي النبل ريتراكتد نبل. دي من علامه كلينيكال مهمه قوي بنشوفها في لما بنشوفها في الست، لما الست تيجي تشتكي لي تقول لي شوفي لي كده انا عندي كلكعه في صدري، اجي ابص كده عشان اشوف الكلكعه دي احسها، لو لقيت النبل داخله لجوه، النبل ريتراكتد نبل المفروض تبقى ايفرتد لبره، لو لقيت النبل داخله لجوه كده دي علامه مهمه جدا من علامات المالجنسي في البريست، لان المالجنسي بيكون فيه فايبروزس عنيف جدا بيشد النبل لورا. ده يا ولاد الشكل بتاع الانفيزيف دكت كارسينوما اللي انا لسه موريه لكم السلايد بتاعتها دلوقتي. ده شكلها جروسلي، بيبقى التيومر كده لونه اللي هو جريش وايت، ده بيسموه جريش وايت ماس، والماس دي انفلتريتيف، شايفين عاملين ازاي عامله انفلتريشن للفات اللي حواليها اهو، يبقى دي جريش وايت انفلتريتيف جروس. ده وصف المالجنانت تيومر، استنبط المالجنانت تيومر جروسلي ان هي جريش وايت انفلتريتيف جروس، عامل انفلتريشن للسراوندنج ايه فات او البريست فات خلاص. ولازم اقول ان السكين بتاع البريست شوينج نيبل ريتراكشن تمام، ومنساش مقاس الماس، يبقى ده سكشن ان فيميل بريست خلاص. الست دي كان عندها مالجنانت تيومر في صدرها فشالت صدرها، العمليه اللي بيشيلوا فيها صدرهم دي بيسموها الماستكتومي، عشان هتلاقي عندك كده في الكتاب مكتوب عندك السبيسمن ماستكتومي، يبقى انت تبقى عارف يعني ايه ماستكتومي. ماستكتومي دي العمليه اللي بيشيلوا فيها البريست خلاص. البريست شوينج ايه؟ استنبط المالجنانت تيومر انفلتريتيف جريش وايت نون كابسيوليتد ماس. الاستنباط دي هكتبها لكم برده في ورقه واسيبها لكم في المكتبه واحطها لكم على الجروب. يبقى دي عباره عن ايه؟ سيكشن ان فيميل بريست شوينج انفلتريتيف نون كابسيوليتد جريش وايت ماس، عامل انفلتريشن للبريست فات، وعامل ايه كمان؟ وعامل انفلتريشن للنبل ويز ريتراكشن تمام. والسكين بتاع البريست شايفين دي النبل فيها ريتراكشن، شايفين السكين بتاع البريست كله الفايبروزس ده يا ولاد، الفايبروزس اللي موجود دايما حوالين التيومر بيشد السكين لجوه خلاص، فتلاقي السكين مشدود لجوه ما عدا حتت من البريست بتبقى طالعه لبره، اللي هي الحتت مكان السكين ابندج بيبقى عادي مش مشدود خلاص. فتلاقي البريست السكين بتاعه عامل زي جلد البرتقانه، بيسموه بودورانج. يعني ايه بودورانج؟ يعني عامل زي جلد البرتقانه، بتلاقي جلد البرتقانه كله ديمبلنج كده. ديمبلنج ده مكان شدت الفايبروس تيشو على السكين تمام. يبقى بنلاقي هنا بنوصف اول حاجه المالجنانت تيومر جريش وايت انفيلتريتيف نون كابسيوليتد جروس، واقول مقاسه، وبوصف النبل ان فيها ريتراكشن، واوصف السكين ان هو ايه، السكين ده كده بودورانج والنبل دي ريتراكتد. والدايجنوزس انفيزيف دكت كارسينوما اوف البريست فيميل بريست خلاص. لازم تقول فيميل بريست لاننا عندنا جرات فيها ميل بريست، فلازم تقول ده فيميل بريست تمام. طيب اللي وراه بقى الجارب ده دايجستيف حرف الدي خلاص. الجار ده عباره عن ايه؟ ألساريتيف كارسينوما برضو، بس ألساريتيف كارسينوما فين؟ في السيكم خلاص. يبقى ده عندنا ألساريتيف كارسينوما بس في السيكم، بنعرفه ازاي؟ اول حاجه مكتوب عليه الدي، حرف الدي، عرفت ان انا في الدايجستيف سيستم. طيب بعرف ازاي ألساريتيف كارسينوما في السيكم؟ بتلاقوا كده حفره في النص كانها حفره متحوطه بجبال، يبقى هنعلمها ازاي انها حفره متحوطه بجبال، ده المالجننت ألسر خلاص. يبقى بعرفه ازاي؟ الجار مكتوب عليه حرف الدي وبيبقى شكله عامل كانه حفره كده ومتحوط بجبال. طيب ده ايه؟ ده ألساريتيف كارسينوما في السيكم. طيب ده بنقول سيكشن فين؟ في السيكم، او السبيسيمن ايه؟ السيكم. طب جروسلي بقول ان انا عندي مالجننت ألسر كذا في كذا سنتي، وانزل بستنبط المالجننت ألسر ريزد ايفيرتد ايج رف نيكروتيك فلور اند انديوريتد بيز، والدايجنوزس بتاعنا ألساريتيف كارسينوما اوف ذا سيكم، مفيش اسهل من كده. السكشن اللي بعده ده يعني ايه؟ هو بيبقى جار سخيف شويه بس يعني ايه مش هنعرفه يعني تقلقوش، برضو في الدايجستيف سيستم، يعني لو تعبتوا منه ممكن تحفظوا رقمه. هتلاقوا الدايجستيف سيستم سكشن في الدايجستيف سيستم شكله مش شبه اي حاجه هتاخدوها اصلا في الدايجستيف بعد كده. هتلاقوا الجار شكله، بصوا عامل ازاي، شكله عامل زي كانه كومه كده بس كومه مقلوبه خلاص، عامل كانه كومه بس مقلوبه. ايه الجار ده؟ ده ديفيوز جاستريك كارسينوما.
فاكرين مش احنا قلنا الادينوكارسينوما بيكون فيها يا اما فانجيتنج بوليبويد يا اما ألسر مالجننت ألسر يا اما انفلتريتنج، وقلنا الانفلتريتنج ده لما بيطلع في الكولون بقول عليه ايه انيولار تايب، ولما بيطلع في الاستومك بقول عليه ايه ديفيوز تايب. فاكرين الكلام ده من نظري؟ اتمنى يا رب تكونوا فاكرينه عشان افرح. خلاص يبقى ده بقى الادينوكارسينوما الانفلتريتيف اللي هي موجوده فين؟ في الاستومك، شكلها بيبقى عامل زي الكومه المقلوبه كده. خلاص ماشي، وبيكون ملهاش اي ملامح اصلا، يعني ملهاش ما اقدرش اقول لك ان فين الكانسر، لان اصلا الجار ما فيهوش اي ملامح. بس هنحاول ايه نتخيل، هنقول ان هو ده السبيسمن عندنا، دي ايه السبيسمن؟ عباره عن ستومك شوينج. ايه الستومك دي؟ شوينج مالجننت انفلتريتيف نون كابسيوليتد جروس. تمام، عامل ايه؟ عامل انفلتريشن اوف الهول جاستريك ميوكوزا. خلاص ماشي، يبقى انا بقول هنا ان انا عندي مالجننت نون كابسيوليتد جريش وايت جروس، عامل انفلتريشن للهول جاستريك وول. خلاص ماشي، في حاجتين هنا بس عايزاكم تعملوها دونت فورجيت في الكتاب. اول حاجه ان انا عندي المالجننت تيومر ده، دي ادينوكارسينوما بس عامله انفلتريشن للجاستريك وول كله، ولا عامله ماس لبره فانجيتنج لبره، ولا عامله ألسر. دي مالجننت سيلز خبيثه جدا، من كتر خبثتها ماشيه سرحه في الوول بتاع الاستومك، ما بتبانش بقى خالص. دي بتبقى الوول بتاع الاستومك باين كانه طبيعي جدا عادي، ولا بس بيبقى ناشف قوي، ريجيد وول. فدي اخبث انواع الكارسينوما اللي في الدنيا، لانها مش مبينه نفسها، ولا عامله ألسر ولا عامله ماس. تمام، في حاجتين هنا عايزاكم تعملوهم دونت فورجيت في الكومنت بتاع الجار ده. تقولوا ان الجاستريك ميوكوزا الفولد او الجاستريك ميوكوزا الروجي ار اوبليتريتد، خلاص الكانسر عشان سارح في الصب ميوكوزا، الكانسر ده بيبقى سارح في الصب ميوكوزا، فبيخلي الجاستريك ميوكوزا الروجي مفروده خلاص اوبليتريتد، ما عادش في جاستريك ميوكوزا الفولد النورمال. تمام، ولازم اقول ان الوول بتاع الاستومك از ريجيد اند كونتراكتد. تمام، يبقى ده جار بيجي لي مكتوب عليه حرف الدي، بيبان مش بيتلخبط مع اي جار في الدايجستيف اصلا، وبيتلغي في الاخر، يعني السنه اللي فاتت لغوه في الاخر، بس الله اعلم هيلغوه السنه دي ولا لا. شكله عامل ازاي؟ شكله شبه الكوما كده. خلاص، بلاقي فيه ايه؟ بقول استنبط المالجننت تيومر اللي هو جريش وايت انفلتريتيف نون كابسيوليتد جروس، عامل انفلتريشن اوف هول جاستريك وول. تمام، ولازم ما انساش حاجتين، ان الجاستريك ميوكوزا الفولد ار اوبليتريتد، وان الوول بتاع الاستومك از كونتراكتد اند ريجيد. تمام، طيب اخر جار عندنا النهارده عباره عن ايه؟ جار في عليه حرف الار، خلاص يبقى ريسبيراتوري، وفي ايه؟ في برضو مالجننت ألسر بالمنظر ده بس في اللارينكس. خلاص، الجار ده بيبين لي ايه هنا؟ الجار ده مبين لي حته من التانج والابيجلوتس. خلاص، يبقى مبين حته من التانج والابيجلوتس، وبعد كده دخلنا في اللارينكس. اللارينكس دي فيها حفره في النص، هو ده المالجننت ألسر. يبقى بوصف ان هو سيكشن شوينج ايه؟ تانج ابيجلوتس اند بارت اوف ذا لارينكس. خلاص، شوينج ايه؟ مالجننت ألسر كذا في كذا سنتي in the form of raised inverted edge rough necrotic floor and indurated base. مفيش اسهل من كده. يبقى جارات النهاردة سهلة قوي. ايه الجارات اللي خدناها النهاردة؟ اول جار اللي هو بتاع السوفت تيشو اللي فيه الايدين، اللي هو ulcerative carcinoma في الهند. تاني جار اللي هو بتاع السوفت تيشو برضو بس الكورة اللي طلع لها شعر، اللي هو ulcerative carcinoma في السكالب. تالت جار كان البرتقانة، فصين البرتقان اللي احنا فاتحينهم، اللي هو كان ايه؟ كان انفلتريتيف او انفيزيف دكت كارسينوما في البريست. خلاص، اللي هو اللون الرمادي ده اللي كان التيومر، واللي حواليه ده البريست فات اللي فيه انفيجن. تمام، التالت ده كان برضو مالجننت ألسر بس في السيكم. تمام، الرابع ده كان الجاستريك كارسينوما بس اللي هي ايه؟ ديفيوز جاستريك كارسينوما. الجار الاخير كان برضو مالجننت ألسر بس في اللارينكس. تمام، التعرف عليهم من اسهل ما يمكن، وصفهم من اسهل ما يمكن. اي مالجننت ألسر في اي سيستم عندي هقول حجم الألسر، وبعد كده هوصفه ريزد ايفيرتد ايج راف نيكروتيك فلور انديوريتد بيز. تمام، اي مالجننت تيومر مش عامل ألسر بوصفه ان هو ايه؟ جريش وايت انفلتريتنج نون كابسيوليتد ميس. يبقى اي مالجننت ألسر ايه؟
ريزد ايفيرتد ايدج، رف نيكروتيك فلور، انديوريتد بيز. لكن اي مالجننت تيومر مش عامل ألسر زي بتاع البريست وزي بتاع الاستومك بقول ان هو جريش وايت انفلتريتنج نون كابسيوليتد جروس. تمام، بس ده كده السكشن بتاع الاسبوع ده اللي هتاخدوه في الاسبوع ده في الهيستو وفي المتحف. يعني يا رب تكونوا فهمتوه بس، وشكرا.